السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، ويا رب تكونوا كده في اتم صحة. حبيت اشارككم معايا كده بيوم الجمعة. عايز اقول لكم يعني كان يوم مليء بالاحداث، لاني نظفت فيه وعملت فيه كل حاجة الحمد لله، يعني كانت محتاجة فعلا ابدأ بيها. والمهم يعني عملت الفطار الحلو ده انا والولاد، فطرنا بيه لان باباهم كان الصبح بدري في مشوار ورجع. فطرت طبعا، وعملت بعد كده القهوة بتاعتي كده السريعة جدا، لان حبيت اكتسب وقت لنفسي بسيط، لان انا عارفة انه اللي ورايا محتاج كده نفس عميق قبل ما ابدأ فيه. فشغلت البخور وسبته بقى شغال كده، والولاد كانوا منفهمهم ان احنا محتاجين مساعدة، مش هينفع اشتغل لوحدي، خصوصا ان مسك كمان في ايديا، فعشان على الاقل ياخدوا بالهم منها لحد ما انا اخلص، او نساعد بعضينا يعني. فالمهم النهارده انا برتب لنفسي شويه حاجات كده، من ضمنها ان انا عايزه ابدا بغرف الولاد، لان الفيديو اللي فات وريتكم ان انا بدات بتنظيف المطبخ، التنظيف البسيط جدا، والحاجات اللي هي المطبخ مش شاغلني دلوقتي بصراحه، لان عايزه اروق البيت وانضفه عشان الدراسه داخله علينا باذن الله. ممكن يكون فاضل شهر تقريبا على ما الدراسه تبدا، بس اللي انا محتاجه اعمله في البيت محتاجه اخده على هداوه، يعني بالترتيب كده واحده واحده، مش مره واحده. فدخلت على غرفه ماسه، كنا شايلين الفرش بتاعها بتاع السرير، والدولاب بوريكم حالته عامله ازاي. بصراحه ميسه ما شاء الله عليها، بتحب تروق جدا، بتحب ترتب، ما تحبش اوضتها مفركشه، ما تحبش دولابها بالذات كله لبس مكعبل، فهي بتحب تحط كل حاجه في مكانها. حط لها شويه منظمات كده، هي فاصله لبسها عن بعضه، الداخلي عن لبس البيت، عن لبس الخروج، عن لبس التمارين، الحاجات دي كلها. ففي حاجات بصراحه كنت محتاجه ان انا اروقها، فانا اللي بهدلت لها الدنيا، ومسك للاسف هي اللي بتبهدل لماسه كل حاجتها، فربنا يا رب يخليها لنا. فالمهم يعني هنا كانت في حمله نظافه، فانتوا ايه ما تاخدوش بالكم ان ده مترتب، لا هو دي حمله النظافه بتبدا من الفركشه دي. فحبيت اوريكم حاله الغرفه الاول عامله ازاي، لان احنا شايلين الفرش كله على السرير حاطينه على الكنبه. طبعا في قصص وكتب وحاجات من دي كتير، اهي الاستاذه اللي بتعمل لنا كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي قاعده لنا على المكتب. طبعا الولاد واقفين لها، بس انا يعني ايه عشان ما اصورهمش بلبس التنظيف بعتهم لحد بس ما اديكم لقطه الغرفه. المهم يعني نزلنا مسك طبعا، لان الدنيا فيها تراب كتير، وعايزين نبدا بالتراب من فوق لتحت. وفي كمان شويه تعديلات عايزه اعملها في الغرف بتاعه الولاد، او بالاخص غرفه ماسه، قبل ما الشتاء يدخل علينا. مش الشتاء كمان، المدارس، لان المدارس لو دخلت خلاص انا ما بعرفش اعمل اي تعديلات ولا اي حاجه. مش هقول لكم تجديدات وحاجات من دي بصراحه، لا ما اقدرش اعمل تجديدات وكده، يعني انا مش من النوع اللي بحب اعمل تجديدات كتير في البيت، الا لو في الضروره حاجه باظت حبيت ان انا اصلحها فبالمره اعدل الكلام ده كله. لكن ان انا اعمل تجديد لمجرد التجديد حاليا مش هينفع، لان كمان الدراسه داخله، فانتوا عارفين يعني الدراسه اولى بقى، والمصاريف والحاجات دي. وبعدين الحمد لله يعني طلعنا مصيف وبتاع، فالميزانيه لحد الان الحمد لله ملمومه، فمش عايزين نوسعها اكتر من كده. بس الحاجات اللي انا هعملها ان شاء الله مش هتكلف، ولكن هتبقى بغرض تعديل في الستاير، عشان بس في حاجات هتخلص منها بصراحة. المهم فرشت الباسة حاجتها هنا، ولعب مسك كمان عشان بتحتاجها كل شوية، بدل ما طول النهار بنطلع من الكراتين ونرجع الكراتين، فسبته لهم كده قدامهم. وماسة بقى تبقى تناول اختها لو حبت وكده، والدباديب والحاجات دي كلها، وسرير المسك عايز يتغسل كمان. عايز اقول لكم في غسيل مش قادرة اقول لكم عامل ازاي، عمال اغسل واطلع من الغسالة والمنشر اتملى، وعايزة طبعا استنى ينشف عشان ارجع اغسل الستاير وحاجات كتيره جدا جدا ورا بعضها كده، نخلصها اول باول ونستغل الشمس الجميله دي اللي بتنشف لنا الحاجه بسرعه. فهنا بعد ما دخلنا كل حاجه مكانها، في حاجات كمان كانت بره طبقنا الغسيل ورجعناه، فدي بقى شكل نهائي الدولاب ماسة. انا مش حابه اعدل عليها لان انا شايفه النظام كويس، بس الملايات عايزه تتعدل شويه، بس انا بوريكم ترتيبها بنفسها عامل ازاي. المهم شلنا كل حاجه مكانها، فاضل بس اللعب ده، بوكس اللعب ده عايز يتلم او يتقفل. وطبعا هشيل السجاد لان هو سبب الحر اللي احنا فيه في الغرفه، مفيش منفس حتى للسيراميك والكلام من ده. فسجاد الشعر كمان محتاج تنظيف اول باول عشان بيلم فتافيت، رغم ان هو بيبان نظيف بس من جواه بيبقى معبي فتافيت كتيره جدا. فماسه بما انها روقت معايا كتير بصراحه وتعبت قوي في الاوضه بتاعتها، بس يعني هي كانت مبسوطه لان انا كمان بساعدها. هي طول الوقت انا بسيب الولاد يروقوا غرفهم، بتدخل انا في الوقت المناسب بقى، يعني لما بلاقي الاوضه اتبهدلت خالص ومحتاجه فعلا تنظيف عميق ومش مجرد ترويق. ف
فده النهارده بقى كان عليا الدور ان انا اشتغل فيها، بس طبعا بمساعدتهم. فماسه كانت بتساعدني كتير قوي، وروات دولابها بالذات ومكتبها، وحطت حاجات كتير في مكانها وشالت حاجات وبتاع وحاجات من دي. بنبقى داخلين الغرفه بقى معانا كل عده التنظيف، وكمان معانا كيسه فاضيه كده كبيره نلم فيها الحاجات اللي عايزه تترمى. احيانا بيبقى فيه حاجات يعني مع كل ترويقه بنلاقي حاجات عايزه تترمى فعلا. فالمهم خليت مروان هو اللي يكنس بالمكنسه الكهرباء، خصوصا ان مثلا يعني ما بتقدرش تكنس بيها لان دي كبيره بوش. فقلت لمروان بقى اكنس لي انت سريعا كده، وبعد كده بقى هندخل نعمل الشبابيك. عايز اقول لكم ان الشبابيك مليانه تراب كتير جدا جدا، وطبعا هي السبب الرئيسي في عدم نظافه الغرفه كلها. فاحنا كل هدفنا ان احنا ننظف الشبابيك والبلكونه بتاعه غرفه ماسه. بس عايزه اقول لكم ان انا ده هدفي كان اصلا وما عملتهاش لان لقيت بعد ما عملنا كل اللي انا بقول لكم عليه وشلنا كل حاجه من مكانها وكده، مروان بقى قال لي لا احنا ندخل على غرفتي انا. فلقيته ما شاء الله يعني اتحمس وبدا يفضي غرفته ولم سجادته وقال لي يلا بقى تعالي نكمل في اوضتي. فبصراحه ما زعلتوش، قلت له خلاص احنا كده نكتفي بتنظيف النهارده في غرفه ماسه ونكمل عندك ونبقى نرجع لماسة تاني وهكذا. فبقيت اشتغل في الغرفتين مع بعض. بس الحمد لله يعني انا سبت الأوضة دي على التلميع وعلى غسيل الشباك. انا هنا شلت الستاير، بصراحة هي دي اللي انا هتخلص منها، اللي هي البرائع شيفون وما بتعمليش اي حاجة غير انها بتلم تراب. يعني لو هي تقيلة وبتصد عني الهواء بتاع الغرفة في الشتاء وكده اقول لكم اسيبها، لكن هي بصراحة لا تقيلة ولا حاجة، فهتخلص منها تروح لصاحب نصيبها وهنعمل شوية تعديلات في الستاير بتاعت الغرفة بتاعتها وكده. المهم ده الوضع اللي مروان سلمني بيه غرفته. وهو خرج بقى هو خرج هو وماسة ومسك كمان خدوها مع باباهم وراحوا بقى يزوروا اهلهم وقرايبهم وكده، وانا قلت اخلص الشقة خلاص. فدخلت بقى على الغرفة، بصوا هما كنسوها على قد ما يقدروا بصراحة وسابولي المكان بالشكل ده. كنت بحمل لكم هنا فيديو اصلا، فقلت مش مشكلة هسيب الفيديو يحمل لان النت للأسف بيعكسني كتير جدا بسبب قطع الكهرباء، فبحاول انجز على قد ما اقدر. وسامحوني لو انا فعلا مش قادرة انزلكم في الميعاد ثابت بسبب قطع الكهرباء اللي بيعطل التحميل جدا. المهم انا شلت الكنبة من مكانها وحضرت بقى الحاجة اللي انا هنضف بيها الشباك. انا طبعا الاول كنت بنضف ازاي بقى بالمكنسة الكهرباء، اشيل التراب كله واشفطه وبعد كده اشتغل بالمية. فطبعا انا دلوقتي جبت البخاخ اللي هو بتاع الرش، بصراحة ده انسب حاجة بتنفعني في حاجات كتيرة جدا جدا. كان تحت السرير طلعته مليته مية وضغطته عشان يطلع معايا رش، وابتديت بقى ان انا اجيب كمان المسحوق بتاع التنظيف، مسحوق اريال على فكرة اليدوي، حطيته في بخاخ عوي بقية البخاخ مية. وابتديت الاول انزل التراب. التراب عايز اقول لكم لو انا نزلته على ناشف بصراحة بيتعبني جدا وبيدخل جوه مناخيري ووشي، انا بتردم تراب حرفيا لو نظفت الشبابيك على الناشف. المكنسة الكهرباء حلوة وكل حاجة، بس بحسها تنظيف عادي يعني تنظيف مش العميق ومش اللي هو بيجيب من الاخر. فلازم المية بصراحة بتجيب بقى معايا كده كل ذرة تراب مستخبية، بالذات لو التراب بقاله كتير على الشبابيك وما تنظفش. فانا عايزاكم تاخدوا بالكم بقى من كمية التراب اللي نازلة مع المية. المية لونها عامل ازاي، يقولوا الشيشان او الشيش عموما يعني ما بيبقاش معبي تراب كتير قد السلك والازاز، لان السلك والازاز هما اللي جوه الشقه يعني الشيش بيبقى بره اكتر، فالازاز والسلك بيبقى معبي تراب كتير قوي قوي، وده اللي بحسه بيخش جوه الشقه وجوه مناخيرنا وجوه نفسنا والحاجات دي. فانا طبعا بخخت الميه والصابون، الميه الساده لوحدها ما تكفيش، مش هتنزل لي التراب ولو استخدمتها والشيش رجع نشف هحس ان الشيش مجير بسبب ان في تراب برده، فالميه لوحدها مش كفايه. فحطيت بقى ميه وصابون ومشيت بالفرشه كده زي ما انتم شايفين عشان انزل التراب من قلب الشيش، والحمد لله يعني نزلته. وهنا بقى بصوا برمي التراب ازاي، بصوا عامل ازاي البخاخ اللي انا الاخضر الكبير اللي انتم شايفينه ده بتاع رش اصلا مبيدات وحاجات من دي، فانا بستخدمه في ان هو يضخ لي الميه. فلما بتضغطي الميه جواه بيخلي الميه تطلع في هيئه رش كده مضغوط، فبتديكي دفعه وبتنزل اي تراب عالق بقى في اي حاجة. اما الصابون ما حبيتش احطه في البخاخة بصراحة اللي هو الرشاش يعني الكبير، خليته في ايديا كده اتحكم في كمية الصابون اللي انا منزلها لحد ما خلصت الشيش ونزلت بقى على الشبابيك. عايز اقول لكم ان الشيشان دي اول ما جينا الشقة سكننا من كام سنة، من 7 8 سنين ولا حاجة، الجو هنا في المنطقة اللي انا ساكنة فيها عشان كمان انا على الشارع وكده ومفيش حد تقريبا قدامي من الناحية الغربي مش من الواجهه دي، مفيش حد،
فما فيش مصدات رياح خالص، ولا عمارة قدامي ولا حاجة من دي. فكان الهواء قوي جدا جدا جدا، ما كناش لسه متعودين على الجو ده. فكانت العواصف والحاجات دي لما بتيجي في اسكندرية ما كناش بنستحملها، كنا لازم نقفل على الشيشان بمشمعات من بره عشان الهواء ما يخشش جوه. كمان مروان كان في بداية حساسية الصدر بتاعته، هو صغير حبيبي كان بيتعب كتير جدا جدا، وتقريبا كل اسبوع لازم يروح المستشفى ياخد جلسات نفس وحاجات من دي. فكنا بنقفل بسبب الموضوع ده. فطبعا تراكم التراب بقى ورا الشيش مع الحاجات المشمع اللي احنا حاطينها كانت بتبهدلنا، فما كنتش بعرف انضف الشيشان خالص. وكمان بعدها ربنا رزقني بماسة، فالفترة اللي بكلمكم عنها دي الشبابيك تقريبا ما كنتش بنضفها ابدا، كانت بتقعد بالسنين بجد ما بتتنضفش، بسبب ان انا مش عارفة افتح وانضف ومش عارفة اتخلص من التراب ازاي، وما كانش لسه عندي فكرة الرشاش ده، رغم ان هو كان موجود عندي بس ما كانش عندي الفكرة دي ابدا. فهتلاقوني الشيشان دي من اقل الحاجات اللي بنضفها بسبب الاتربة وبسبب ان انا مش عارفة انضفها ازاي، بس الحمد لله ربنا الهمني المرة دي ان انا استخدم الرشاش. بصوا كمية التراب نازلة ازاي، رغم ان انا نظفته امتى بقى، اخر مرة نظفته كان في الربيع تقريبا قبل رمضان بفترة. المهم ان انا اول حاجة عملتها بقفل طبعا الازاز من ورا السلك عشان ما يبهدلش وراه. وعايز اقولكم ان انا شايلة طبعا السجاد زي ما شفتوا، وشلت الكنبة كمان اللي تحت الشباك، وابتديت الاول ان انا ابخ مية سادة الاول تنزل التراب، وبعد كده بالمسحوق اللي هو الاريال اللي في ايديا ده وبالفرشة انزل برضو التراب واغسله كويس جدا عشان التراب ما يبقاش لازق في السلك. وبعد كده المرحله الاخيره شطف بالميه الساده. فالحمد لله الحاجه التحتيه جنبي يعني، بس طبعا ميه كتير بتنزل في الارض من تحت، فبصراحه المكنسه بتاعت بوش بتنجزني جدا، بحط فيها على طول الجزء اللي هو بيشفط الميه، وبفضي التانك طبعا عشان التانك يتعبى ميه مش نظيفه بقى من اللي انا بشفطها دي، فخلصتني بسرعه جدا. لان لو مسكت بقى شرشوبه ولا الموب العاديه وان انا احاول الم الميه بيها من تحتيه طبعا صعب جدا، وكمان ان انا اجر الميه بالجلده واودي على الحمام برضو اصعب، لان هغرق الشقه كلها ورايا يعني. فالحل بتاع المكنسه ده بصراحه كان عملي جدا معايا. بصوا التراب عامل ازاي، حاجه صعبه قوي قوي. بصوا بقى هنا عشان اتخلص منه، يا نهار ابيض. فده اللي بقول لكم عليه، دي الخطوه الثانيه اللي انا اشتغلت بيها، ان انا بالمسحوق وبالفرشه نزلت كل التراب وغسلت. طبعا لازم اصبن، اصل التصبين ده بيخلصك فعلا من كل التراب مش مجرد ميه بس، يعني الميه لوحدها فعلا مش كفايه. ودي المرحله الاخيره خالص بتاعه الشطف بقى بالميه الساده، اتخلص بقى من بواقي الصابون وبواقي التراب، والفرشه معايا عشان تنزل معايا كمان كل اللي انا بقول لكم عليه ده. وفي الاخر بصراحه انا لا مسحت بقماشه ولا باي حاجه، هو بدا يصفي مع نفسه، والشمس اديكوا شايفين قويه زي على الشباك من بره، فنشفت الدنيا بسرعه. طبعا المروحه شغاله عندي جوه في الغرفه، فالحمد لله ما خدش وقت مني خالص ان انا نشفت. بس طبعا على ما رجعت الحاجة مكانها في الارض ورجعت الكنبة بعد ما شفطت المية اللي مش نظيفة ومسحت بالموب بقى وكده، كان تنظيف نهائي. بس طبعا قبل ما اعمل كل ده وارجع الحاجة مكانها، جبت المساحة بتاعت الموب نفسها ومسحت الحوائط اللي حوالين الشباك كله، لان طبعا اتبهدلت مية وطرطشت مية وبواقي تراب وحاجات من دي. فالحمد لله ما سبتش المكان غير وهو ما فيهوش ذرة تراب ولا مية وصابون. فحسيت ان الغرفة كده اتفرفشت ونعنشت بصراحة بالمية والصابون ده. عايز اقول لكم احلى حاجة في الدنيا هو التصبين بالمية والصابون بقى، وتعيشي حياتك بمية وحاجات من دي. هنا بقى بوريكم ان الشباك بينشف مع نفسه خلاص، اهو ما فيهوش ما شاء الله اي حاجة خالص. في حاجات بقى مخربشة من الخشب ما فيهاش، متقشرة يعني من الدهانات، فهي اللي مديها كل لون ده، لكن هو الشيش ما فيهوش تراب خالص. الجزء ده بقى عايز اقول لكم ده من اثار السوليتيب اللي كنا بنلزق بيه المشمعات. فلقيت الحل ايه، بالليفه السحريه اللي في ايديا دي، في ايد مروان قصدي، مروان كان جه هو وماسه، خليتهم يكملوا معايا وخليتهم بقى يعملوا بالسبونشه دي. مش قادره اقول لكم بقى، بتشيل البواقي اي حاجه لازقه في الحوائط بتخليها زي الفل. فعملنا الحوائط كلها تقريبا بتاعه الغرفه ورجعنا كل حاجه مكانها زي ما قلت لكم، ومسحت الارض. فاضل بقى الحاجات البسيطه جدا اللي هو بقى نغير الملايات ونلمع النجفه، نلمع الارض تاني، الحاجات دي، ونفرش طبعا بعد ما نغسل السجاده وهكذا. فانا قلت اعمل الحاجات اللي هي بتاخد مني وقت ومجهود، او التنظيفات العميقه اللي فعلا محتاجه لان فيها تراب كتير قوي، الباقي مقدور عليه بس. فده اللي انا اشتغلت فيه النهارده بصراحه.
بالإضافة كمان للغسيل اليومي العادي خالص وبس كده. وقفت شغل على الحد ده عشان طبعا أدخل أعمل الغدا. أنا بصراحة أخدت ريست كده بسيط عشان مسك كمان أشوف طلباتها، وفي نفس الوقت مسكت تليفوني واتصلت ببتاع السمك وطلبت منه سمك بوري مشوي، رغم إن أنا بصراحة كنت نويت خلاص إن أنا أشتغل بسمك البحر وأنزل أشتري بنفسي زي ما متعودين معايا في الفيديوهات يعني في الكام شهر اللي فاتوا دول، بس قلت النهاردة بما إني مزنوقة في الغدا والوقت كمان فقلت أطلب السمك من بره. طلبته وهو كانش لسه جاء، بس قلت بقى ادخل اعمل مسقعه. مش قادره اقول لكم انا بحبها مع السمك ازاي، يمكن هنا في اسكندريه الناس متعوده تاكلها مع السمك، ممكن تتاكل لوحدها عادي طبعا، بس انا بعملها من غير لحمه، يعني من غير لحمه بتتعمل جنب اي نوع سمك. المهم قشرت بتنجنتين لقيتهم في الثلاجه، قشرتهم وقطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين وهدخلهم القلايه، بس قلت بدل ما ادخلهم لوحدهم انجز كمان واستخدم اخر بطاطستين عندي اعملهم برضو مع المسقعه بيبقوا تحفه. فطبعا لا حق لي ولا حامل اي حاجه، حطيتهم كده. وكمان قبل ما اعمل كل ده كنت علقت على حله رز صغيره على قدنا كده تكفي السمك عشان ما تفتش، وقطعت كل مكعبات بالشكل ده بدخلها الاول القلايه تتشمع من غير زيت، انا بدخلها لوحدها الاول البطاطس والبتنجان يا دوب ينشفوا من الميه اللي فيهم ويبداوا كده ينكمشوا مع نفسهم، وفي اخر 10 دقائق بضيف لهم رشتين ثلاثه زيت ويدخلوا يتحمروا بقى في اخر 10 دقائق. تقريبا اجمالي الوقت اللي البتنجان والبطاطس قعدهم جوه القلايه الهوائيه قعدوا 20 دقيقه، وكمان فتحت عليهم 10 كمان، يعني تقريبا نص ساعه بالظبط مع التقليب المستمر كل شويه بفتح اقلب وخلاص. في الوقت اللي القلايه بتشغله فيه قلت اعمل الصلصه. طبعا هم كميه الزيت اللي انا حطيتهم دول المعلقتين ثلاثه اللي انتوا شفتوهم دول اللي هيبقوا في المسقعه اجمالي يعني، فبتبقى خفيفه وحلوه جدا مهما تاكلي فيها، لا تقيله ولا تعمل لك حموضه ولا اي حاجه. معلقتين زيت حطيت عليهم 3 4 فصوص ثوم متقطعين حلقات، برضو فصين ثلاثة قصدي حبتين ثلاثة من الفلفل الحامي عشان الولاد عندي ما بياكلوش المسقعة خالص، فبحط فلفل حامي زي ما انا عايزة يدوب اتحمروا. وحطيت عليهم برضو معلقتين خل، بس ريحتهم تطلع بقى طبعا ريحة تحفة. نزلت عليهم بثلاث طماطميات متقطعين. بصراحة انا بحب اعمل المسقعة بالطماطم والصلصة، مش طماطم بس ومش صلصة بس، الاتنين مع بعض بيدوكي طعم خطير. في ناس على فكرة عرفها بتعمل المسقعة بالطماطم فقط ما بتحطش صلصة ابدا، بس طبعا بتزود كمية الطماطم. فانا سبت بقى الطماطم تنزل ميتها تحت الغطا وتدبل كده، ونزلت عليها برشة ملح عشان تزود تدبل اكتر يعني، وبعد كده زودتها شوية صلصة، صلصة طماطم عادية جدا. بعد كده بحط لها شويه ميه، الصلصه كانت عندي متجمده فعشان تفك حطيت لها شويه ميه عشان تبقى خفيفه كده، والبتنجان والبطاطس كانوا خلاص وعندي خلاص. انا مش بحط لها اي بهارات على فكره، المسقعه بحط لها ملح بس. المهم السمك كان وصل، جبته من بتاع السمك وصلني، والكيلو البوري كان ب 120، 4 سمكات في الكيلو، فما كانش كبير قوي وفي نفس الوقت حاساه غالي. مش عارفه انا بقالي كتير جدا ما جبتش بوري، فمش عارفه ان سعره وصل بالشكل ده، وكان اخر مره تقريبا بجيبه كان ب70، بقى ايام ما كان ب70، بس كان طعمه خطير بصراحه. انا بحب السمك المقفول بيبقى بسمنته كده بخيره، وفي نفس الوقت الخضار لو فتحوا وحشاه خضار احنا ما بناكلش الخضار، فحرام يعني نكلف والراجل يكلف خضار وما يتاكلش، لان ما بحبش يعني اكل الخضار اللي جوه السمك. هو عامل له خلطه من بره حلوه قوي، غرفت الرز بقى مع السمكه كل واحد السمكه بتاعته، وكمان حطيت المسقعه معاهم كانت خطيره. المهم حطيت البتنجان اهو بعد ما اتحمر، اتحمر معايا حلو قوي، والبطاطس استوت، بس انا بحب اديهم غلوه كده مع الصلصه وبطفي عليهم واسيبهم بتاع 5 دقائق مع بعضهم كده بعد ما تاخد غلوه واحده، يعني ال5 دقائق اللي بطفي فيها عليهم واسيبهم متغطيين كده بحس ان البتنجان والبطاطس شربوا من الصلصه ومن الطعم. التقليه بتاعت البتنجان دي بتبقى تحفه بالذات لو حامي. عايزه اقول لكم البتنجان ده لو بات لتاني يوم بيبقى خطير بصراحه، حتى لو طالع من التلاجه ساقع عادي مش بسخنه. انا ما بحبش المسقعه اصلا سخنه، بحبها ساقعه بالعيش بقى بتبقى تحفه. دخلت انا وماسه نعمل كيك عشان هي روقت اوضتها وكانت شطوره النهارده، فانا خليتها تعمل احلى كيكه بتحبها وهي اللي بالشوكولاته. فاحنا حضرنا هنا الصينيه اللي هنشتغل فيها، هندهنها الاول رشه زيت، ومحضرين كل حاجه، اللبن محتاجين من كل حاجه كوبايه ما عدا الكاكاو هناخد منه نص كوبايه، فهي ممكن تتحط في الخلاط وممكن نحطها في مضرب الكهرباء وممكن في كبه اي حاجه يعني، المهم ان هي تتخلط كويس قوي، ممكن تتعمل على الايد على فكره.
هنبدأ دلوقتي نعاير المقادير كلها في المعيار ده لحد 250. لو انت عندك كوباية واحدة تقدري تستخدميها في كل حاجة تمام، مش هتفرق خالص. يلا بينا نبدأ يا ماسة، هاتي بس البولة اللي هنشتغل فيها. احنا هنشتغل في الهاند بلندر على فكرة، بس الاول بس قبل ما نشيل الصينية حبيت ادهنها الاول زيت. انا شايلة مسك اصلا على ايديا عشان كده ايه مخليها ماسة تساعدني، فمسك بقت في مرحلة شبطان فظيعة فظيعة والله. ربنا يبارك في عمرها يا رب، مش عارفة انزلها من على ايديا ابدا. قلت اعمل لهم حاجة حلوة بس انا مش عارفة ازاي، فقلت الماسة تيجي تساعدني. خلاص انا شلت الصينية اهو هشيلها، وتعالي بس بقى نعاير المقادير. احنا عايرنا السكر اهي كوباية، حطيها يا ماسة. احنا ما كانش عندنا نص كوباية كاكاو فتقريبا حطينا ربع، يعني مش هتفرق، اهم حاجة ان الكاكاو يكون خام عشان يدينا اللون الغامق بتاع الشوكولاتة. احنا عايرنا كوباية دقيق بس مش هنستخدمها دلوقتي طبعا، احنا بس عشان ما نبلش المعيار باللبن والزيت فقلنا نعاير دي من دلوقتي. حطيته بس على جنب اهو، ادي كوباية اللبن. يلا يا مسا حطيها. برافو، بس فاضل لنا الزيت. عيرنا نص كوباية زيت تمام اهي، سايباها تصفي كده عشان تنزل كل الزيت اللي فيها لان ما عنديش زيت تاني. احنا هنضربه بالهاند بلندر. بصوا بقى شكل الصوص بقى عامل ازاي، عشان احنا هنعمل جاتو شاتو، الوش بتاع الجاتو بقى بيبقى عليه الصوص ده، فاحنا طبعا ده هنعمل بيه الكيك وكمان هناخد منه جزء للصوص. بصوا القوام حلو جدا اهو، هاخد منه دلوقتي كوباية كده احطها على جنب عشان نحطها على وش الكيك. بصوا بقى انا خدت منه الكوباية دي اهي عشان اقول لكم قوامه حلو ازاي. طبعا ده ممكن تنكهوه باي حاجة، فانيليا، شوية نسكافيه، ممكن كمان النسكافيه اللي هو بطعم البندق، طعمها بيقلب شوية على طعم النوتيلا، يعني شوية صغيرين مش قوي، بس انا ما حطيتش اي منكهات بصراحة. تمام، بصوا بقى كمية الصوص اللي اتبقت معانا دي اللي هي بتاعة الكيك، هنحط عليها البيضتين ونقطتين فانيليا. بس المهم بقى حطيت فانيليا والبيضتين كمان وضربتهم بقى بالهاند بلندر، كملت الضرب بتاعهم. وطبعا الصوص اللي انا حجزته ده بدخله التلاجة يمسك نفسه اكتر ويتقل، وبعد كده بقى بدخل الكيك الفرن. بس طبعا لسه هحط دقيق ومعايره الكوبايه زي ما انتم شايفين. احنا هنا كنا بالليل بقى تقريبا، والله كانت الساعه 9، بس انا يعني كنت محتاجه فعلا اخد هدنه وراحه كده، لان فعلا تعبت في الحاجات اللي احنا عملناها. رغم التصوير اللي انا صورته لكم ما كانش كتير، بس طبعا بحاول انجز لكم الحاجات اللي عملناها فعلا، والباقي بقى بكمله مع نفسي يعني عشان طبعا اعرف اشتغل. والميه طبعا بتاثر على الموبايل وهو متعلق، فالرشاش بيرش على مسافه بقى تلاقوه بيرش كده كتير قوي، فما بعرفش اصور طول الوقت وانا شغاله بيه. المهم يعني حطيت دقيق على بقيه المكونات الكيك وهخلطهم كويس وادخلهم الفرن بقى يستووا مع نفسه. هندخلها الفرن بقى على 180 درجه اهو ماشي، او حراره متوسطه لو ما عندكيش درجه حراره يعني في الفرن تمام، لمده نص ساعه او اقل حاجه بسيطه يعني على حسب الفرن، بس انا هشغل المروحه. الكيك طلع بقى من الفرن وبصوا هو اتلسع مني حاجه بسيطه، على فكره اخد معايا ربع ساعه بس بمعنى الكلمه، لان المقادير زي ما انتم شايفينها مش كتير وفي نفس الوقت الصينيه مش كبيره برضو، فهو ربع ساعه بالظبط، لان انا زودت عليه دقيقتين بعد الربع ساعه ورحت ابص عليه بالصدفه لقيته واخد اللون ده. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت نيمت مسك وكمان ماسه كانت نامت، يعني هي واقفه مستنيه معايا الكيكه وعملتها حبيبتي لقيتها راحت في النوم خالص، رغم ان انا يعني كان نفسي تبقى صحية عشان تغسل سنانها على الاقل، بس هي لقيتها نامت على نفسها وصعبت عليا قوي اصحيها، غير ان هي بصت شققت مني وانا بقلبها. فسبت بقى الصينيه تهدى عشان طبعا لسه عايزه اسقيها لبن، فما ينفعش اسقيها لبن ساقع من الثلاجه وهي سخنه والبايركس طبعا ممكن يتكسر مني، فسبته بس يهدى قدام المروحه ورجعت الكيك تاني مكانها بعدلتها وحطيت لها لبن ساقع من التلاجة. ممكن بقى تحطي لها كاكاو باللبن او اي حاجه زي ما انت عايزه، بس انا يعني سقيتها لبن عشان تبقى طريه بقى. ونزلت عليها بالصوص اللي احنا دخلناه التلاجة، كان خطير بقى طعمه تحفه،
واللبن هنا ميزته ايه؟ ان هو بيخلي الكيكه ما تشربش الصوص، لان الكيكه لو سخنه وصبيتي عليها الصوص ده الكيكه هتلاقيها شربته على طول، فمش هتلاقيه على الوش زي ما انتوا شايفين. فشربيها الاول باللبن وبعد كده صب لها الصوص ده، هتطلع معاكي حلوه جدا وهيبقى على الوش كده مهما قعدت في التلاجة مش هتتشرب ابدا. زي انتها بشويه شوكليت شيبس، ممكن اي حاجه وممكن من غير، بس يعني عشان نزود طعم الشوكولاته بتاعتها. بس دخلتها التلاجة تاني تمسك نفسها، وقطعت منها قطعة كده قلت ادوقها قبل ما انام واسيبها الماسة بقى في التلاجة، لان هي اكتر واحدة بتحبها في البيت. مروان طالب مني حاجة تانية، فقلت له ان شاء الله باذن الله المرة الجاية اول ما ابدأ اعمل حاجة حلوة هاخد برأيك وهعمل لك انت طلبك. بس يعني ربنا يقدرنا يا رب على تربية ولادنا وعلى خدمتهم وعلى ارضائهم يا رب، وارضاء ربنا طبعا سبحانه وتعالى قبل اي شيء. ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده كده، حبيت اشارككم معايا بحاجه حماسيه. حاولوا تشتغلوا قبل ما تدخلوا كده في يعني انشغالات المدارس والحاجات دي، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، ما تنسونيش من صالح دعائكم، مع الف سلامه حبايب قلبي.